فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عورة المرأة عند المرأة يقال إنها من السرة إلى الركبة. لا، هذا غلط. عورة المرأة عند المرأة مثل عورتها عند الرجل من محارمها. هل يجوز لها أن تبدي عند محرمها، عند أبوها ولا أخيها، ولا تبدي له ما تحت السرة وما ما فوق السرة وما تحت الركبة؟ ما يفعل هذا مسلمة. المرأة مع المرأة مثل المرأة مع محرمها، لأن الله ذكر هذا في آية النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء، إلى أن قال: أو نسائهن. فجعل النساء مثل المحارم، لا تبدي عند النساء إلا ما تبديه عند محارمها. ولا أحد يقول أن تبدي عند محارمها الساقين والصدر والظهر، ما أحد يقول هذا. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.